فإن منهجي في إدارة هذه الجلسة سيكون وفق ما أشار إليه معالي الدكتور محمد مختار جمعة في تكميله وثنائه على ما قام به فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حين دخل في الموضوع مباشرة وقدم المتحدثين دون أن يتحدث كثيرا. وهي سنة حسنة لاختصار الوقت لأن الوقت الذي يؤخذ في التقديم يجب أو ينبغي أن يؤخذ من المتحدثين لتوضيح كلماتهم أو للتوسعة عليهم فيما يريدون أن يفضوا به للمستمعين. ولذلك فإنني سألت هذا المنهج سأسوق هذه السنة وأدخل في الموضوع مباشرة. جلستنا بعنوان الفضاء الإلكتروني الواقع والتحديات وهي جلسة من عنوانها كما ترون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى وبعد.
يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله ما لم يشكر الناس. فهذه أوجبت علينا أن نشكر من أشكر الله عز وجل هذا العمل على يديه. وهو معالي الوزير الأستاذ الدكتور مختار جمعة حفظه الله. فحقيقة هذا الإخلاص وهذا الدأب وذلك الجهد الصادق في حماية الدعوة وفي تحصيل الدعوة وفي الدفع بالدعاء أوجد بهذه العمامة دورا محوريا هاما في بناء المجتمع وفي الحفاظ عليه وفي الحفاظ على ثوابت هذا الدين وفي الدعوة إلى صحيح الإسلام ووسطية هذا الدين. فأبدأ بشكره ثم بتحية المنصة المباركة الأستاذ الدكتور عبد الله النجار وهو يعني أستاذنا جميعا ولا منا أحد إلا وقد تتمدى على يديه وأصاب من علمه وفضله فجزاه الله خير جزاء والسادة الحضور على المنصة الكرام له كل التحية والتقدير. قالت أرى نفسي أقل من أن أجلس بجوارهم بين أن الله عز وجل أراد أن يرفع من شأني ويعني يرفع من خسيسة أمري إلى هذا الوضع الكريم الذي أنا فيه على تلك المنصة المباركة. ولكن زادني كرما وجودي أمام حضراتكم فأنتم ثلة مباركة من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الإعلام الذين أرى في وجوهكم الخير الكثير وأسأل عز وجل أن يجعل عملكم في ميزان حسناتكم بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ثم أرجع إلى الموضوع أنا أرى أن الفتوى في هذا العصر أصبحت تمثل حجر زاوية بين المجتمع وبين الهمجية. فأصبحت الفتوى بالنسبة للعصر الرقمنة أو الفتوى الرقمية أو الفتوى الفضائية أصبحت ضرورة وهذه ضرورة عصرية نافجة كاملة. لماذا اخترنا ذلك الموضوع وهذا الأمر؟ الحقيقة مسألة الفتوى الأول لا بد أن نفرق ما بين الفوضى والفتوى. كلمة الفوضى فوضى الفتاوى الكلمة نفسها تفيد أن هناك أمر من الأمور يجب أن يفهم. ما معنى كلمة فوضى؟ الفوضى جاءت من التفويض من فوضى الأمر الفاء والواو والضاد وفوض أي أوكل أمره إلى غيره أي أسند أمره إلى سواه أي سلم أمره إلى غيره. فكلمة تفويض أي أسند ما يخصه إلى غيره. فإذا الفوضى جاءت من أن بعض الناس أسند أمرا كان من المهم أن يراه أو يقوم به هو وأسنده إلى غيره فنشأ ما يسمى أو ما يعبر عنه بكلمة تفويض التي وصلت إلى هذا الاسم الخطير كلمة فوضى. يبقى الفوضى جاءت من تفويض أمرك إلى غيره. فإذا كان الأمر بهذا الوضوح يجب أن نفهم أن هناك أمور هذه الأمور هي فرض عين على بعض الناس وتركها لغيره فاستغلها ذلك الغير في إذاعة البلبلة وفي نشر القلقلة على عقول الناس. فكانت النتيجة أننا رأينا تلك الكلمة أو ذلك المصطلح وهو الفوضى. أما الفتوى في النهاية هي رأي فقهي في مسألة شرعية. يعني المسألة الشرعية تختلف عن المسألة الفقهية. المسألة الشرعية هي نص الشارع الكتاب والسنة. أما المسألة الفقهية هو ما فهمناه من نص الشارع. ولذلك الكارثة أن البعض يفتي بالأدلة الشرعية وهذه مسألة خطيرة. لابد أن تكون الفتوى بالأدلة الفقهية وليست بالأدلة الشرعية. فهناك فارق بين الشرع والفقه. فللأسف الشديد جعل بعض الناس الشرع مطارا للخلاف أو مصارا للحديث أو مصارا للبلبلة ففهم الشرع على غير محمله فطعن البعض في الشرع وأدى إلى ما وصلنا إليه. هناك كارثة حقيقية لا يمكن التغاضي عنه في أن المنبر الذي هو في المسجد
التقليديه المنبر التقليدي تلك الاعواد الخشبيات التي يعتني عليها امام المسجد ليلقي خطبه الجمعه الى الساده المصلين الحقيقه لم تعد هي الازمه التي يعاني منها المجتمع لان هناك منبر جديد فرض نفسه على المجتمع منبر جديد فرض نفسه على العالم باسره انه منبر ما يسمى بالسوشيال ميديا او منبر ما يسمى بالرقميات او الفتاوى الفضائيه الطائره التي تجتاز الحدود وتتجاوز المناطق وتتوصل الى ما بعد البحار والشعوب. هذه الفتاوى لا تراعي شعبا ولا تراعي عرقا ولا تراعي ثقافه ولا تراعي مجتمعا ولا تراعي خصائص ولا تراعي اي خصوصيه في مجتمع من المجتمعات. تلك كارثه كبيره لانه الفتوى كما تعلمون في شرف علمكم تختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص والظرف والحال والعرف ما استجد فيها والعلم ايضا من المؤثرات التي تختلف عليها الفتوى. وكما هو في شريف علمكم هناك فارق ما بين النص والفتوى. النص ثابت اما الفتوى متغيره. النص سماوي اما الفتوى فاجتهاديه. النص شرعي اما الفتوى ففقهيه. فتلك المشكله التي استجدت على العالم الاسلامي. لو نظرنا الى كتاب الله عز وجل وجدنا ان القران عالج هذه المشكله بكلمه، هل تصدقون ذلك؟ هل تتخيلون ذلك؟ كلمه واحده، كلمه واحده عالج القران فيها ازمه حقيقيه نعيشها الان. الذكاء الاصطناعي ايها الساده الكرام، الذكاء الاصطناعي وصل الى درجه مخيفه وقد تمكن منه اطفال دون الحلم. الاطفال دون الحلم يستطيعون عن طريق تقنيه الذكاء الاصطناعي القيام بتزوير الفتيه عن علماء وعن ثقاب وعن دعاه وعن مشاهير وعن قاده وسياسيين ورياضيين وفنانين ومثقفين الى اخره. يزورون الكلام عليهم فتراه امام عينه بشحنه ولحنه كما في اجهزه الاتصال او خلافه يتكلم في مساله خطيره بالتزوير او التحريف او التجريف او التعطيل او التطاول او التجاوز. ولا يستطيع احد ان ينكر انه اخذ وسرق لمجرد ان راى ذلك المشهد. وهذا المشهد الان اصبح يقوم بتزويره على كبار قاده العالم بالتزوير والتشهير والتبرير والتزوير الى اخره. فالكارثه ان بعض الناس ينخدع وهذا يؤدي بالضروره لنشر الفتن ونشر الفساد واثاره البلاء واثاره المشاعر وامور كثيره جدا انتم ادرى بها ولا اريد ان اتطرق اليها اختصارا. فهذا الذكاء الاصطناعي كيف نعالجه وكيف نتصدى له؟ الحل في كلمة قالها القرآن، كلمة والله كلمة. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الذي نستطيع أن نقوم بتدشينه بين الناس وبين العلماء وبين الدعاة وبين طلاب العلم لاستطعنا اجتياز هذه الأزمة يعني بأقل الخسائر، لا أقول بغير خسائر، لابد أن تحدث خسائر في التزوير والتشهير. ونحن قد رأينا أن الأمر في هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى التجارة بالدين، وإلى تقطيعه أشلاء، فأصبحنا نرى الآن خدمات تقدم، الرقية عن الغير، أو التدين بالوكالة، أو الرقي الشرعي، أو العمرة عن الغير، أو الحج عن الغير، وقريبا سترون الصلاة عن الغير، إذا استمر هذا المراد وتلك العبثية التي تستمر فيها مواقع التواصل الاجتماعي غير ضابط ولا رابط. أنا أرى أن هذا المبدأ يؤدي أو يتسبب فيه ثلاثة عناصر في منتهى الخطورة. الأول هو اختلاف الأعراف، عدم من النظرات الخطيرة. الأمر الثاني التعصب المذهبي.
نحن نرى بعض الناس الذين يتعصبوا لمذهب او لفكره او لشخص او لامير من الجماعه او خلافه كما نرى، وهذا الامر بدوره قد يؤدي الى فتن نحن وانتم في غنى عنها. نحن نرى ان هذا امر من الامر السادس الخطير هو التصدي غير الاخفاء، غير المختصين، غير الفاهمين، غير الدارين بشيء، وهذه كارثه اخرى ورب الكعبه. ولكن دونك خلط القتال، ماذا ستفعل؟ تلك الثلاثه الاساسيه لا نستطيع ابدا باي حال من الاحوال ان نتحكم في هذا العالم الذي يسمى العالم الفضائي، الفضائيات، الفتوى الفضائيه، لانه كلمه فضاء توحي بان هناك متسع في المساله. فلا بد ان نضع او يتحد علماء الامه في جميع انحاء العالم الاسلامي لضبط هذه الفضائيات. بالتفرقة ما بين فتوى الفرد وفتوى المجتمع هذه واحدة، وبالتفرقة بين الفتاوى الجماعية والفتاوى الفردية هذه واحدة، وبالتفرقة بين فتاوى تخص فئة معينة في إقليم معين أو في بقعة معينة دون سواهم هذه ثالثة، وبتحديد معيار الوسطية المراد بعدم التفريط في الثوابت اما في الوسائل ففي نعومه الحرير هذه الرابعه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وسلم. شكرا فضيله العالم الجليل فضيله الاستاذ الدكتور الشيخ خالد المندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه على هذه الكلمه المافعه وعلى هذا التنبيه المهم وعلى هذا التوصيف الدقيق، فجزاه الله خيرا. والكلمه الان لمعالي الاستاذ المستشار الدكتور علي حسن عمار رئيس محكمه جنايات امن الدوله العليا لمحكمه استئناف القاهره بمصر، فليتفضل مشكورا ماجورا محملا سلاما. الحقيقه الحديث بعد استاذنا الدكتور عبد الله النجار سماحة الشيخ خالد الجندي أمر عسير، لكن أمرنا على الله ونتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أودع قلوب أهل خصوصيته علوما وأسرارا، وأجرى على ألسنتهم حقائق ولطائف ومعارف وأنوارا. أحمد الله حمد مؤمن أتى مستندا لي سواه، وأشكره جل وعلا شكرا معترفا أن ما هي من نعمة إنما هي من عطايا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رب العوالم وإنسان عنها وأساس الكائنات ومنبع سرها، منه انشقت أسرار العارفين ومن بركته انفلقت أنوار الواصلين، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السادة الحضور، الجمع الكريم، موضوع الورقة التي شرفته وشاركت بها في هذا المؤتمر عنوانها الفضاء الإلكتروني ضرورة لنشر الدعوة إلى الله وضحض الفكر المتطرف. وأنتم جميعا أعلم منا وتعرفون أن الدعوة إلى الله فريضة عظيمة من الفرائض التي خص الله بها الأنبياء والرسل الكرام، وجعلها من بعدهم مهمة ورسالة التابعين لهم والآخذين بمنهجهم، الذين عليهم أن يبلغوا دين الله تعالى لبني البشر في كل زمان ومكان، تحقيقا لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن طريق الدعوة إلى الله تحمل الأمة رسالة الإسلام الخالدة إلى مشارق الأرض ومغاربها صافية نقية، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وتهديهم طريق الحق وسبيل النجاة. تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
ومن المعروف أنه يعد المسجد المؤسسة الأولى التي أدت وما زالت تؤدي أدوارا متميزة ومتعددة في تاريخ حرارة الإسلام، وذلك عبر عصور مختلفة. فعلى مدى التاريخ منذ بدء الدعوة الإسلامية ظل المسجد منارة إشعاع، شعار روحي وثقافي وتعليمي واجتماعي ومنتدى للشورى والقرار بين الناس على المستوى المحلي. وراء ظهور شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بات تأثير التكنولوجيا واضحا في سائر مجالات الحياة، ومن ثم كان لابد أن تصبح هذه الشبكة الفضائية واحدة من أهم الزائرين والمشاهدين، وما يترتب على تسخيرها من الخير العميم والنفع العظيم متى أحسن استخدامها. مما يؤدي إلى تبليغ الدعوة الصحيحة إلى الملايين من الناس في كل مكان على أرض البسيطة الجمع الكريم، من المهم بإمكان أن نذكر أنه وإن كانت شبكة الإنترنت قد أصبحت الآن نافذة العالم بشعوبه وثقافاته وعلومه، فإنها تعتبر سلاحاً ذو حدين، وسيلة ذات وجهين متعارضين، ففيها عوامل الهدم والبناء، وفيها عوامل الإماتة والإحياء، وفيها الهداية والإغواء. ولهذا فقد تنبه أعداء الإسلام إلى هذه الشبكة في نشر شبهاتهم وبث أواطيرهم، فاستغلوها أبشع استغلال في بث المفاهيم الخاطئة ونشر المعلومات غير الصحيحة بين كثير من الناس الذين لا يعرفون عن الإسلام إلا ما تتحدث به بعض الفرق الضالة والجماعات المنحرفة التي تدعي أنها تدعو إلى نشر الإسلام، وهي بعيدة كل البعد عن الدين الحق الذي جاء به رسولنا الكريم. وأيضا استفادت التنظيمات الإرهابية من هذه التقنيات الحديثة التي تستخدمها الشبكة العنكبوتية من أجل نشر أفكارها المتطرفة وغسل أدمغة الشباب المتلقيين لتضليلهم وإشاعة الأكاذيب التي من شأنها التأثير لتجنيدهم ضد بلادهم. لهذا فقد فتحت هذه متشددة لترويج الخطاب عاطفي مركز وعنيف تصب مضامينه فيما يؤجج ثقافة التنفير والتعسف والتشكيك في كل المؤسسات، في كل الرموز السياسية والدينية في المجتمع، مما يؤدي إلى تضليل الشباب ودفع الكثير منهم إلى الاستعداء والتشويه والقتل والتخريب. لذلك فإنه من الضروري بمكان ضرورة التصدي لتلك المواقع والحرص على تصحيح أخطائها وانحرافاتها والرد على شبهاتها التي تدور كثيرا بالجانب الدعوي والأمن القومي. لذلك فإن الأمة والدعاة والواعظات أيضا مطالبون بتحسين التزام عامة المسلمين بالإسلام من خلال الوعظ والإرشاد والتعليم الذي يبين للناس محاسن الإسلام السمحة إلى الملايين من البشر في كل مكان على سطح هذه الكرة الأرضية وفي زمن قصير. الجمع الكريم حتى ما أطيل عليكم الورقة بين أيديكم، وفي هذا القدر كفاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله للأستاذ الدكتور المستشار علي حسن المعرض هذا البيان الموجز. معالي المستشار محمد خفاجي بيقول لي انت ما جيتش على الموعد، يعني مساحه الكلمه الزمنيه، وانا في البدايه قدمته لنفسي وقلت ان انا ساعتني بما صار عليه الشيخ علي عن نفسي، انما المدن
تركتها لمضيوف لاني لا اريد ان اعامل الساده الرماد الاكارم الذين يجلسون على يمين وشمالي، لا اريد ان اعاملهم بما اعامل به نفسي. والحمد لله يعني كان الحسن النيه موجود، فالكلمات المختصره كما تحب من تلقاء ذاتها ومن غير تنبيه، فجزا الله المنصه والدارسين عليها. الكلمة الآن لمعالي السيادة المقدم المهندس عمرو المجدي محمد بلدان إدارة نظم المعلومات والقوات المسلحة مصر، وهو يعني أنه سيكون نافذة خاصة في الجانب العملي لهذا الموضوع المهم الذي نتحدث فيه، فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أشكر فرصة سعيدة دلوقتي ان انا اقدر اتكلم عن البحث اللي كنت قدمته، ويمكن انا بتكلم من الناحيه العلميه او الناحيه الفنيه اكتر من الناحيه الدينيه اللي هي القامات والقيمه اللي بيتكلم فيها. يمكن الفتره اللي بيعيشها العالم الان والتطور ومجموعه الثورات العلميه اللي موجوده، سواء ثورات المعلومات او ثوره المعرفه او حتى الثورات الرقميه والرقمنه والثورات اللي بنسمعها دلوقتي، اللي هي ادت طبعا لانتشار ووجود كم هائل وكبير جدا من المعلومات والانظمه اللي بتعتمد على المعلومات دي. طبعا نمو كبير في استخدام مجالات التكنولوجيا المعلومات سواء في مختلف المجالات الاجتماعيه والمجالات العلميه والمجالات الدينيه، فهي تطبيقات مهمه وعنصر نشط من العناصر اللي موجوده. ادى ظهور الكم الهائل من المعلومات او انتشار التكنولوجيا لظهور مصطلح هو مصطلح الفضاء الالكتروني او ما يسمى بالفضاء السيبراني والامن السيبراني. وطبعا مصطلح الفضاء الالكتروني او الفضاء السيبراني ده كان ناتج عن وجود كم هائل من المعلومات، كم هائل من الاجهزه سواء اجهزه الموبايل اجهزه الكمبيوتر انتشار الاجهزه التكنولوجيه الكتير، وجود كم هائل او شبكات الكترونيه ضخمه بتجمع هذه الاجهزه، وبنقدر عن طريقها ان احنا ننشر هذه المعلومات او ان احنا نقدر نشارك هذه المعلومات. طبعا ادى ذلك لنمو قطاع تكنولوجيا المعلومات في الفضاء الالكتروني وظهور ما يسمى بالحروب المعلومات او الحروب الالكترونيه اللي هي الناتجه عن ظهور هذا الفضاء، واللي يكون الهدف منها يعني مجموعه من الحروب او يطلق عليها يمكن حروب الجيل الرابع او حروب الجيل الخامس حاليا، وهي بتستهدف طبعا اشكال كثيره منها حرب المعلومات ومنها حرب اقتصاديه والحرب الاستخباراتيه. فحرب المعلومات يبقى الاستهداف لهذه المعلومات سواء هذه المعلومات علميه او دينيه بهدف تزوير هذه المعلومات او نشر هذه المعلومات بشكل خاطئ الاصطناعي. يمكن التكنولوجيا الحديثه او الموجوده بشكل كبير اعتمدت على وجود عدد من الانظمه او واخده مجموعه من الاشكال الاساسيه ليها النظم الكبيره، اللي هي عباره عن برامج او مجموعه من البرامج او الانظمه اللي تقدر تجمع كم كبير من المعلومات ويقدر يستخدمها القادة سواء في صنع القرارات او في حل المشاكل في المجالات الحياتيه المختلفه يعني. ودي طبعا بتعتمد على قاعده بيانات كبيره بيتم تخزينها عن طريق الناس الخبيره في المجال المعين. الجزء الثاني من الذكاء الاصطناعي هي البرامج اللي ممكن تكون بتمثل او بتفهم اللغات الطبيعيه للبشر وتقدر ان هي تتبناها وتستفاد منها، او برامج الروبوتك اللي تصمم فيها الاله لكي تحاكي الانسان سواء لتنفيذ قدرات انسانيه او تنفيذ او قيم باعمال زي الاعمال اللي يقدر يقوم بيها الانسان. طبعا هنا بصدد الحديث عن الذكاء الاصطناعي يمكن او الفضاء الالكتروني، دي طبعا الحصول عليها بدقه وسرعه، تقديم الخدمات سواء الخدمات الالكترونيه او الخدمات الموجوده لتحسين الخدمات اللي تقدم للمجتمع، ويمكن خدمات البحث العلمي او مكافاه التطور في الابحاث العلميه في كافه المجالات ومنها المجال الديني. طبعا سهوله الرجوع للدراسات سواء الدراسات السابقه او التخصصات او المكاتب الالكترونيه وسهوله الحصول على المعلومات. يمكن في جزء ايضا سلبي، والجزء السلبي بيتمثل في انتشار الشبكات مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي من اخطر الوسائل حقيقه اللي بشوفها، اللي تقدر تنتهك سواء خصوصيه الانسان او استنزاف البيانات الشخصيه اللي موجوده فيها. طبعا انتشارها بشكل كبير لانها تجذب اكبر قدر سواء من زائري الانترنت او من الاجيال اللي موجوده جديده. وطبعا اتساع الفجوه بين الاجيال
حيث تعتمد الاجيال الصغيره على المعلومات اللي موجوده على الانترنت، سواء المعلومات الدينيه اللي زورت الحصول عليها، بدل ما نقدر نرجع للناس المتخصصه في هذا المجال. ابتدى الاجيال الجديده بتخش على الانترنت وتحاول تجيب هذه المعلومات من عن طريق الانترنت. يمكن استغلال الفضاء السيبراني او الفضاء الالكتروني في لينا نواحي سلبيه عن طريق ترويج الاشاعات او نشر المعلومات، سواء المعلومات العلميه او المعلومات الدينيه الخاطئه والتي تعد جريمه ضد امن المجتمع وضد امن المجتمع. استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في بث سواء الخطابات الدينيه او الخطابات التي قد تستهدف او قد تقول معلومات خاطئه بهدف تدمير القيم العليا للاديان والثقافات والحضارات الانسانيه، او بمجرد خطاب يهدف الى الكراهيه او بث العنف او التطرف الديني، وده اللي نقدر نشوفه في ضمن الحروب الجديده او حروب الجيل الرابع اللي موجوده على الانترنت. طبعا استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي او برامج الذكاء الاصطناعي في الجانب فيما يتعلق باصدار الفتوى او التعامل مع النصوص الشرعيه، طبعا بيمثل شكل خطير جدا بقصور عن الفهم البشري، حيث يعتبر فهم السياق او التفاصيل الدقيقه في الاسئله الشرعيه والتحليل العميق للنصوص الدينيه من مهارات الساده العلماء والمتخصصين، وكذلك ضروره الرجوع للمراجع الدينيه المتميزه. ومع استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي قد يتم عدم التخلي عن الجانب البشري او التكفل للاسئله والاجابات بطريقه اوتوماتيكيه، مما يؤدي الى فقدان البعد الفكري او البعد التاويلي الذي يتميز به اهل العلم والاختصاص، خصوصا في الخلافات او الامور الشرعيه التي تستهدف الفهم. طبعا الذكاء الاصطناعي لا يراعي القواعد الاصوليه في الفتوى، فقد يفرق بين اصول المذاهب، فيترتب على هذا الخط اضطراب في الفتوى، لانه ليس له القدره على الاستنباط او الاجتهاد في الاحكام الشرعيه، كما انه لا يقوم بجمع اصول المساله من اكثر من مرجع، بل يعتمد على المراجع فقط المغذى فيها هذا البرنامج او هذا البرنامج الخاص بالذكاء الاصطناعي. ويمكن عشان ما اطولش على حضراتكم، الكلام ده مطلوب بالتفصيل في البحث، بس في نهايه البحث كنت بتكلم عن الركائز او المحددات اللي لازم نعتمد عليها، لان انتشار التكنولوجيا ده موجود وده امر واقع ولابد من استخدامه، ولكن مع مراعاه بعض الشروط، او ان احنا نقدر ازاي ان احنا نبني وعي بالمخاطرات والقدرات اللازمه لاداره المخاطر للفضاء الالكتروني او الامن الالكتروني في الانظمه والبرامج الحديثه، وان احنا نقدر نشجع الابتكار والبحث العلمي في هذه المجالات لانشاء برامج او انشاء فضاء الكتروني يلتزم بالوضوح والمنهجيه الدينيه المتبعه، ويشجع على الابتكار والتطوير في التكنولوجيات والانظمه المستخدمه في مجال الخطاب الديني، مع وضع الضوابط والمحددات لحمايه البيانات من العبث او من المعلومات الخاطئه او من التلاعب بها، وكذلك التعاون وعمل الشركات سواء الاقليميه او الشركات الدوليه لاداره مخاطر الفضاء الالكتروني وحمايه البنيه التحتيه والمعلوماتيه له. وشكرا لكم. شكر الله لسيادة المقدم المهندس عمرو مجدي، مدان إدارة أسر المعلومات والقوات المسلحة، هذه البحث القيم الذي فتح لنا كثير من المسائل التي ربما لا غريبة عنا وراء هذه المسألة الجديدة، وهي الفضاء الإلكتروني، وخاصة فيما يتعلق بنزع الولاية عن من يستشار، إنسان يستشير عالم، يستشير أفضل، يستشير أفضل، هنا يستشير الجهاز، وبالتالي ينفصل عن الواقع الذي يعيش فيه، وهي يعني مسألة كثيرة تعزل الفرد عن المجتمع وعن الناس. الكلمة الآن الأول معالي المستشار الدكتور محمد أحمد عبد الوهاب الخفاجي، وهو فقيه طارق نائب رئيس مجلس الدولة في مصر، ليتفضل مشكورا لإلقاء خدمته في هذه الأجهزة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الرحمة المهداة للعالمين. حديثي مع حضراتكم هيكون يعني موجز مش اللي موجود كله في ورقه العمل. هتكلم في نقطتين، النقطه الاولانيه نظره عامه حول استخدام الفضاء الالكتروني، والنقطه الثانيه اللي هتكلم فيها المنظور القضائي
لاستخدام الفضاء. استغلال الخطاب الديني في الفضاء الالكتروني للسياسه يضمن العقل العامي للامه. على سبيل المثال استغلال الاوضاع الاقتصاديه، وحضراتكم عارفين ان هذه ظاهره ليست قاصره على دوله اخرى، هي ظاهره عالميه، منها نتيجه جائحه كورونا في وقت قليل من الماضي، ومنها ايضا الحرب الاوكرانيه الروسيه. فاللي انا عايز اقوله ان هناك اسباب للتطرف الديني عبر الفضاء الالكتروني. عايزين نعرف ايه هي الاسباب، ولماذا تفضل الجماعات الارهابيه استخدام الفضاء الالكتروني خاصه للشباب. طبعا اسباب التطرف الديني عبر الفضاء الالكتروني عديده، لكن ممكن نقول اهمها الجهل بالدين، ويشمل الجهل بالكتاب والسنه، والجهل بمناخذ الادله وادوات الاستنباط، والفهم الظاهري للنصوص، واعتراض فكر ديني متطرف يقوم على فكره تكفير الحاكم. لماذا علينا ان نتساءل لماذا تلجا الجماعات الارهابيه للتاثير عبر الفضاء الالكتروني للشباب؟ هم لا يلجؤون الى جميع الشباب، شباب المحصن اللي عنده علم، اللي عنده تدين، الشباب السوي اللي على درجه من التربيه، لا، هم بيجوا للشباب اللي عنده ظروف خاصه، مشاكل عائليه، عاطل، بعض المدمنين، فبيقدم نفسه هذه الجماعات تقدم نفسها على انها الحل البديل لكل هذه المشكلات. سوء استخدام الفضاء الالكتروني في الخطاب الديني يعجزه عن تحقيق ثلاث اهداف. المفروض يبقى في ثلاث اهداف، لكن سوء الاستخدام او ما يسميه المؤتمر الاستخدام غير الرشيد بيعجز عن تحقيق ثلاث اهداف. الاولاني ضعف تحصيل المجتمعات من التطرف ومن جرائم فكر العنف. والهدف الثاني عدم مساهمته في تحقيق القواسم المشتركه للاديان والمذاهب. والهدف الثالث عجزه عن تقديم صوره ايجابيه حقيقيه عن سماحه الاسلام، وده طبعا بيؤثر على التناسب المجتمعي. اذا لابد لنا من ترشيد الفضاء الالكتروني، لان هذا الترشيد هو الذي يحقق الامن الفكري ويحمي المصالح الاساسيه للوطن. ومخطئ من يظن ان اجهزه الشرطه وحدها هي المنوط بها محاربه الجرائم الفكريه وضبطها، ولكن بيشارك في ذلك المؤسسات القضائيه والمؤسسات الدينيه، لانها جرائم تقوم على التطرف والعنف في الفكر. دي النقطه الاولانيه اللي انا كنت حبيت اتكلم فيها على عجاله. النقطه الثانيه وهي الاهم، حضراتكم ايه اللي حصل بعد ثوره يناير 2011 من الوقت ده، وايه اللي حصل بعد ثوره 30 يونيو باشهر قليله؟ ان الجماعات المتطرفه كانت بتستخدم المنابر والمساجد للتحزب السياسي، وكانوا يستخدمون هذه المادة الدعوية عبر الفضاء الالكتروني. يعني هو لا يكتفي فقط انه بيستخدم المنبر لتحقيق اهداف سياسية
بعيدة كل البعد عن صحيح الدين، وإنما بيستخدمها أيضاً لأن الجمهور بتاعه هو الجمهور اللي موجود عبر السوشيال ميديا والفيسبوك وجميع وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك عقب ثورة 30 يونيو وزارة الأوقاف اتخذت إجراءين أو اتخذت قرارين، وأعتقد أن الذي اتخذهما هو الوزير الحالي الأستاذ الدكتور مصطفى جمعة، لأنه تولى المسؤولية بعد أقل من شهر من ثورة 30 يونيو، بينما القرارين صدروا بعد ذلك التاريخ. أهم قرارين في تاريخ مصر قدرهما الدكتور مصطفى جمعة. القرار الأول حظر اعتلاء المتشددين المنابر، هذا هو القرار الأول، وهذا القرار لم يعجب سنة 2014 المتشددين في الدين وطعنوا على هذا القرار ولجأوا إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حيث كنت أنا رئيساً لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة التي نظرت هذه القضية وهذه الدعوة، وانتهينا إلى تأييد قرار وزارة الأوقاف لأن المساجد لا يجب أن تتخذ كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية أو التحزب السياسي وما إلى غيره، وإنما هي دعوة للمسلمين ودعوات إيمانية وتثقيف لهم من النواحي الدينية والحياتية. فأيدنا هذا القرار. القرار الثاني، وقلنا طبعا إن مصر في الوقت ده، خلوني بس أقول لكم حيثية صغيرة من اللي قالها الحكم في ذلك الوقت، إن مصر استوت على قمة العالمين العربي والإسلامي، ليس بكثافة سكانها وموقعها المتميز، وإنما بحضارة فريدة وموروث ثقافة جعلت منها في ثورات العرب وحروبهم وبانتصاراتهم الدولة القائدة، وفي ميدان السلام والتعاون العربي بين الدول العالم الرائدة، فإن تعبير شعبها المعطاء وقضاؤها جزء من هذا الشعب عن مكنونه في مسألة مصيرية تتعلق بالمخاطر التي تحكم الأمة العربية والإسلامية والإرهاب الموجه لمصر أو إحدى البلاد العربية والإسلامية، بات أمرا لازما يتشارك فيه القضاء مع الموقف الرسمي للدولة في نبذ كل عدوان أو تهديد ينال من مصر أو أحد الشعوب العربية نتيجة استغلال الدين في غير مقاصده انحرافا عن سماحته وقيمه ويسره ووسطيته التي تكفل له الحدود. القضية الثانية وأتصور إنها أيضا كانت مهمة، هو وأنا متذكر القرار دوت، قرار رقم 215 لسنة 2016 اتخذوا السيد الوزير بالخطبة الموحدة لأن كل خطيب بيملي على الناس بعد الثورة مباشرة بمذهبياته وفلسفته وبرؤيته، وقد تنحرف وقد تحدث فتنة، ولذلك أصدر هذا القرار. لم يعجب هذا القرار حوالي 99 مواطن في اسكندرية والبحيرة ورفعوا قضية، وكنت أنا القاضي أيضا الذي نظر هذه القضية وأيد وزارة الأوقاف في ما انتهت إليه من الخطبة الموحدة. واسمحوا لي أقول لكم فقرة واحدة وأختتم بها الحديث. الوزير لجنة مكونة من 10 من مختلف تخصصات العلوم الشرعية، يعني مش من فرع واحد، أيضا معاهم لجنة من الأعضاء في علم النفس وفي علم الاجتماع، يعني مش يعني لم يقصد الأمر أيضا على العلوم الشرعية فحسب، لكن دخل معاهم علماء النفس وعلماء الاجتماع علشان ايه هي المشكلات اللي بتهم المجتمع
لأن الدين الإسلامي كما تعلمون صاحب كل زمان وكل مكان الشريعة الإسلامية ومبادئها. المادة الثانية قال إن موضوع الخطبة ده استشهادية للخطيب فيما يتعلق بيأديها إزاي، يا إما شفاهة غير مقروءة يا إما مقروءة ومكتوبة، ووضع قيد زمني إن هو لا يقل عن يعني في حدود 15 ولا يزيد على 20 دقيقة. هذا هو القرار الذي تم الطعن عليه وأيدته المحكمة. دعوني أختتم حديثي بحيثية مهمة من المحكمة قالت. المحكمة قالت إيه؟ أن المسجد ذكر لله بالإرشاد والوعظ لتقرب العبد إلى ربه، وليس مصدرا للتحزب والاختلاف الفكري والمذهبي، ووضع إطارا للخطباء والأئمة، فليس من حق الخطيب أن يوجه الناس لرغباته ويملي عليهم قناعاته الشخصية السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيوهمهم أنه الحق المبين، فيؤدي إلى الاحتقان الشعب في البلدان الإسلامية والعربية، وأن الخطيب يتمتع بحرية في أداء طريقة أداء الخطبة شفاهة واتجاها أو مكتوبة مقروءة بما لا يخرج عن مضمون الخطبة الموحدة لإبراز ملكاته ومواهبه لجمهور المصلين، وأن الخطبة لا تكون طويلة مملة أو قصيرة مخلة ولا تزيد عن 20 دقيقة، وتقصيرها علامة على فقه الخطيب فلا يطيل فينسي الناس بهذا الكلام أوله، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الراتبة. أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم معالي المستشار الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الله الخفاجي هذه الكلمة الطيبة التي ذكرتنا بهذه المسيرة الناجحة التي تعتبر قدوة في مجال الدعوة الإسلامية لمعالي الأستاذ الدكتور محمد عبد الله وزير الأوقاف، ولعلي مضيفا بعدا ثالثا في هذه الإنجازات التي اختطها لتصحيح مصائب الدعوة الإسلامية، وهو هذه المؤتمرات العالمية التي تبنى فكرا ينتقل مستوى الدعوة من المحلية إلى العالمية ومن وقتها إلى آفاق المستقبل البعيد الذي يستشرف الموضوعات التي ما كان أحد من القراء يفكر فيها، وبما موضوع هذا المؤتمر وهو صدارة القرون والتحديات التي تواجه الدعوة الإسلامية بسببه. فجزاك الله خيرا وزادكم توفيقا وسلاما. الكلمه الان كلمه الاستاذ الدكتور عثمان احمد عثمان رئيس قسم الاقتصاد بمعهد العالي للدراسات الاسلاميه في مصر، وهو تبقى في مقدمه التقديم فقيه في الاقتصاد وفي التشريع الاسلامي وفي الرؤيه العامه التنمية الاقتصادية والتنمية التوعوية للمسلمين وللناس أجمعين. فليتفضل مشكوراً أستاذ الدكتور عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، في البداية أحب أقدم الشكر والتقدير لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور مصطفى عمر عبد في تنمية الحياة مع يعني إلى أدخلوا الكلمة الأخيرة لأننا لسه هي المعظم الرئيس الجلسة وهي الكلمة ومحفظنا نتكلم وكلمة يا عايز ففي مدخلات أفقها يسمح به الوقت، فمن كان عنده مدخلة يعني مدخلتين أو ثلاثة على حسب المطابق نشر المتنع للصور بعد كلمة رئيس الجلسة. في البداية أحب أقدم الشكر والتقدير لمعالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد الضرورة والسادة عن وزارة الأوقاف والمسامح الإسلامية على اختيار هذا الموضوع لمؤتمر رقم 30
ثم حسن التنظيم لهذا المؤتمر. يمكن الموضوع في حد ذاته موضوع جديد، يمكن هو موضوع الساعة هو الفضاء المطلوب. طبعا حقاً نشكر سيد الدكتور المدرس اللجنة والمدرسة الإسلامية والمدرسة الإسلامية وطبعا الأستاذ العالم الجليل المحترم الفقيه. يمكن سعيد أن أكون مباراة وسعيد أن أكون مباراة في المنصة العربية وقد نشكر سيد الحضور. يمكن موضوع الفضاء الإلكتروني موضوع حساس وموضوع مؤثر سوف يكون هو في العصر الحالي والعصر والعصر الصناعي. يمكن في علم الاقتصاد وعلم ندرس فكره الندره والاختيار. ربنا سبحانه وتعالى الله وادم خير من الخير والشر، والخير هو الاعتراف بالله سبحانه وتعالى. ثم اعمار علم الاقتصاد هو علم الاعمار خليفه في الارض وعكس الاعمار والفساد. الفضاء الالكتروني عندما تم اكتشافه كان في البدايه لاعمار في الارض ومساعده الاقتصاد في اعمار الارض، ولكن للاسف البعض استخدمه في فساد الارض. ولذلك اصبحنا في بين امرين، هل نحن مع الخير او الشر؟ على الانسان ان يختار. في علم الاقتصاد قال ندرس توفير الموارد للمجتمع، في فكره الندره والاختيار، فكره علم الثوره، فكره حل المشكله الاقتصاديه. الفضاء الالكتروني كان يسهل حياه الناس، ولكن للاسف استخدمه البعض استخداما سيئا. يمكن في الموارد العاديه بتاعتنا في علم الندره في المعلومات توفر، يعني المعلومات توفر، ممكن الغذاء نقول يقل، المعلومات كل ما تاخد منها تزيد، المعلومات كل ما تاخد منها تستهلكها، قصدي الاكل تستهلكه كبودر او اي شيء تستهلكه يقل، لكن المعلومات يزيد ينتشر اكثر. فاصبح هذا المعلومات والفضاء الالكتروني اصبح عصر المعلومات وعصر الفضاء الالكتروني ثروه بشريه، لدرجه ان نمره واحد في الولايات المتحده الامريكيه هو نمو عصر المعلومات والفضاء الالكتروني الدخل الاول للولايات المتحده الامريكيه من هذه التكنولوجيا وهذا التطور. في العصر القديم ما تم الصناعه في العصر الزراعي كنا نعتمد على المواد الاوليه على الزراعه على المياه على الطاقه الطبيعيه، ثم جاء العصر الصناعي واعتمدنا على البخار على البترول على الغاز وبدانا الصناعه. اما الان فهذا العصر ما بعد الصناعه هو عصر المعلومات. عصر المعلومات اصبح جزء اساسي في الاقتصاد، جزء مؤثر جدا في الدول وفي اقتصاديات الدول، حتى اصبح انه له مجال. طيب حتى الرغم ان هو يقدم فائده الى الدول الاقتصاديه كذلك يؤدي الى الكوارث الاقتصاديه اذا تم اساءه استخدامه. بدا يستخدم للسيطره على الثروات الطبيعيه للدول، لحرمان الدوله من التفوق الاقتصادي، اضعاف البنيه التحتيه الاقتصاديه والمعلوماتيه. وبرغم التقدم الحضري والتقدم الحضاري الى ان القوى الكبرى تسعى دائما لاستغلال القوى الصغيره التي تريد ان تستقل وان تنمو، ده ادى الى صراعات وازمات عالميه ومركبه ومعقده، وادى الى ازمات في سوق الاوراق الماليه والازمات المصرفيه وازمات اسعار الصرف والمديونيه. كل هذه الازمات سببها ان احنا كدول مسلمه لا نمتلك القدره على امتلاك الفضاء الالكتروني او صناعه تكنولوجيا المعلومات او التاثير في تكنولوجيا المعلومات. للاسف الدول العربيه والاسلاميه هي دول مستهلكه لهذه التكنولوجيا، مستهلكه لهذا العلم وليس صانعه، وهذا هو المشكله الاساسيه حتى في مجال الدعوه الاسلاميه، لانك لا تملك صناعه هذه المواد، لا تملك الوسائل للسيطره عليها، لا تملك برامج الحمايه حتى تحمي برامجك الدعويه بعد ذلك. الاختلاطات التي تتم بين الافراد او المؤسسات او في الدول اساسها انك لا تملك صناعه هذه الامكانيات او التكنولوجي او الوسائل، ولا تملك برامج الحمايه، وهذه هي المشكله الاساسيه في فضاء المعلومات. يعني كلنا تكلمنا عن الدعوه وكيفيه استخدام عصر المعلومات في الدعوه وبرامج المعلومات، لكن في الاول وفي الاخر نحن لا نسيطر على هذه البرامج وهذه الداتا وهذه البيانات موجوده في دول اخرى غير موجوده عندنا. كل التخزين بتاعها في الدول الغربيه وليس الدول الاسلاميه. حتى اختياراتنا ومجالاتنا كلها بتخزن في دول اخرى، وهذه هي مشكله. بدا الصراع بين الدول بين الصين والدول الغربيه على هذا التقنيه وهذا العلم. احنا كمسلمين هو السؤال، هل نتحدث فقط عن نشر الدعوه عن طريق التواصل، ام يجب ان الدعاه وعلماء المسلمين يدعو المسلمين الى انتاج هذه الادوات، الى
استخدام هذا الغرض بعلم الى استخدام برامج حمايه وصناعه برامج حمايه لهذه التكنولوجيا والتواصل. ليس الاكتفاء باستخدام، ليس الاكتفاء بالاستهلاك. اين الصناعه؟ اين دينك؟ هل دين الاسلام يعمل الاسلام فقط؟ ام الى العمل؟ الى الانتاج؟ الى اتقان العمل؟ انت حاجه كمان؟ مش تستنى حاجه. هذا هو الدين. هذه المشكله الاساسيه. من الناحيه الاقتصاديه اذا انتشر الفضاء الطبي بهذه الطريقه ونحن مستهلكين فللاسف سوف نكون نحن في الاسفل والغرب في الاعلى. فهذه هي المشكلة الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية في المستقبل القريب، وهو عدم امتلاكهم الإلكتروني والإنتاج لهذا الفضاء الإلكتروني وأدواته، وامتلاك الغرب هذه الأدوات، وامتلاك أدوات الحماية وأدوات السيطرة. وهذا ما نجده في الصراعات والأزمات في الدول العربية الإسلامية. كما فصلنا لو بصينا كده هنلاقي كل الصراعات في العالم فين؟ كل المشاكل والحروب والاعراض في الدول الاسلاميه للاسف. لان هذه الدول لا تفكر في التنميه والاقامه استقرار، ولكن في دول اخرى تريد ان هذه الدول لا تستقر وتستخدم هذه الادوات لعدم استقرار الدول حتى يتم لها ثرواتها الاقتصاديه للدول الصغيره للدول الكبيره. هذه هي الحقيقه. عندما خرج الاستعمار في الاسلاميه الساعة لاستغلال هذه الدول بأدواته ومن ضمن أدواته الفضاء الإلكتروني. وأقف هنا وأختم بكلامي اللي يجب علينا. نستخدم هذا الفضاء الإلكتروني لإظهار أخلاق الإسلام ثم الدعوة إلى العلم والعمل، وأن نصنع نحن علمنا وتكنولوجيتنا وبرامجنا وحياتنا حتى لا يتم استغلالنا من الآخرين. شكرا معالي الأستاذ الدكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الكلمة المفيدة والمختصة. وكانت الكلمة الأخيرة لرئيس الجلسة العبد الفقير. الحقيقه انا دايما بتكلم اي موضوع يعني فيه شيء مهم جدا جدا ولا يمكن ان ينجح الكلام فيه الا اذا تحددت المسؤوليه من حيث النطاق المكاني ومن حيث النطاق الزماني ومن حيث النطاق الشخصي. مثل الامام يرتكبون افعال تبث الخطر على الشعوب من وراء استعمال الفضاء الالكتروني. والفضاء الالكتروني امر عجيب لانه شيء حديث يقتضي منا ان نقطع حزيننا فكرنا وان نستخرج كل ما درسناه في المجال التشريعي وفي المجال الفقهي وفي المجال القضائي لنستطيع ان نحكم هذا المارد المتجبر الذي يحتاج الى ضبط ويحتاج الى الجريمه الالكترونيه جريمه كونيه، بمعنى انها لا تعرف الحدود التقليديه التي نسود بها التشريع ونطبقه على من يعيشون فينا في اطار المفضل للتشريع كما درسنا في الشريعه وفي القانون. وكذلك هي جريمه شائعه يرتكب فيها الفعل دون ان نعرف من الذي اتى بهذا الفعل. كذلك ايضا طبعا نحن لا ننظر الى جانب النفع، لان جانب النفع لا يثير اي مشكله، نحن هي فيها نفع وفيها ضر. النفع لا تكلمش فيه، لان النفع نحن نستفيد به ونسعى ونكتفي ونحتفل ولا يثير اي مشكله. يبقى شكل النفي عند الانحرافات وعند الاساءه في استعمال الفضاء الالكتروني من اجل الاضرار بالناس. الجرائم اللي تنشا اولا الفضاء الالكتروني لا يعرف، فهي جريمه الجرائم او الضرر الذي يحدث منه ضرر عابر للقرار لا يعرف جوازات سفر ولا يعرف موانع دخول الدول ولا يعرف اي عائق يمكن ان ينتقل به من مكان الى مكان، وهذا هو مصدر من مصادر الخطر فيه. كذلك ايضا الذين يرتكبون الضرر اذا فكروا في ارتكاب الجرائم لا تستطيع ان تعرف من الفاعل، في جريمه شائعه مثلها كمثل من يرتكبون عددا من الجرائم التي يشارك فيها عدد غير محصور من الناس، فاذا ما ذهبت لتحدده وجدت الامر في غايه الصعوبه، فكيف تستطيع ان تصل الى ضبط هذا المارد الاجرامي المتجبر الذي يجتاز هذه الامور ويفعل هذه الافعالات
دون ان يتمكن احد من محاسبته. الجرائم المضار التي تحدث عن الجريمه متعدده، الجريمه تشمل الحق العام وذلك في امن الدول ونشر المحافظه على اسرارهم وفي نشر الالحاد وفي افساد التربيه وفي الاباده في جماعيه وفي التلوث وفي احداث الجرائم كثيره جدا جدا تمس الامن العام والسكينه العامه. كذلك ايضا تمس الحق الخاص من ناحيه افشاء الاسرار التي سرقت الارصده من ناحيه صناعه الفضائح، كلها جرائم تتطاول الى الحق العام والى الحق الخاص وتحتاج هذه المسائل الى ضبط والى حكم والى تقرير العقوبه او الحد التشريعي الذي يحفظ الناس من مضار هذه الجرائم او هذه المضار العابره للضاره او المعابره للمكان دون ان يستطيع احد ان يحد من دخولها او ان يحمي نفسه منه. انا اتصور ان العقوبه شيء في غايه الاهميه وان تحديد المسؤوليه امر في غايه الاهميه وهي سنه الهيه، لانه لم يوجد في عالم البشر منذ ان خلق الله ادم والى ان تقوم الساعه لا يوجد احد من البشر يمكن ان يلتزم بالفضيله من تلقاء نفسه، لابد ان يكون هناك راقب. القران الكريم حدثنا عن اول جريمه وقعت في الكون من ولدي ادم حين قتل احدهما اخاه وسولت له نفسه قتل اخيه كما يحكي القران الكريم كما يقول القران الكريم فقتله فاصبح من النادمين، يقول الله عز وجل طائف بعد ذلك: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. وبالتالي لا بد ان يكون هناك العقاب الرادع الذي يردع الفاعل او من تسوي نفسه في نهايه هذه النعمه الجديده التي اوجدها الله للبشر من اجل سعادته. لا بد ان نضع حلا تشريعيا لهذا الامر. لقد حررت في هذه الورقه المتواضعه التي تقدمت بها ان اضع ملامح لهذا الامر، وانا اتصور انه لم يوجد تشريع وضعي لا في النظم اللاتينيه ولا في النظم المستثمريه التي يسير عليها العالم الان العالم غير التشريع الاسلامي، لا يوجد حل في هذه التشريعات لانها تشريعات ذات طبيعه اقليميه قد تكون داخل دوله معينه او مجموعه من الدول التي تخضع في السيطره التشريعيه لهذه الدوله. ونحن نعرف الان نظامان سائدان اللاتيني وهو مدرسه الشرق على النجوم وهو مركز من الشريعه الاسلاميه، وكذلك ايضا الانجلوساكسوني وهو الذي تسير عليه انجلترا والدول التي تسير في فلكها كامريكا والدول الاسكندنافيه وغيرها. هذان النظامان التشريعيان ليس فيهما ما يقف حلا لهذه المشكله، مشكله الفضاء النجومي. ولا يمكن، وانا اريد ان اختصر الكلام حتى لا اخرج عن العهد الذي قطعته على نفسي وعلى الساده العلماء زملائي، لا يوجد حل لهذه المشكله الا في التشريع الاسلامي. الشريعه الاسلاميه هي شريعه معامله بطبيعتها انزلها الله لضبط حركات عباده في دنياهم وفي اخراهم في كل زمان ومكان والى ان يرث الله الارض ومن عليها. ولعل الله قد اراد بهذا الموضوع ان يكون مدخلا او فتحا ياخذ الناس جرا الى الشريعه الاسلاميه ليجد العالم الذي ادعى الشريعه وجاهرها العداء وحاول ان يسلت نفسه من مبادئها ومن احكامها، لعل هذا الامر اراده الله تبارك وتعالى ان ياخذ البشريه اخرا الى باب التشريع الاسلامي ليجد البشر فيه حلا لهذه المشكله غير المنضبطه، لان طبيعه التشريع الاسلامي انه شريعه عامه وخالده وصالحه لكل زمان ومكان. لا اريد ان اطيل، ولكن يمكن ان نجد مثلا في فكر التمال يعلم تحليل الجريمه بفكر واحد، هؤلاء الذين يتمالؤون على ارتكاب الجريمه يسال واحد منهم عن الجريمه باكمل المساءله ولا يشيع فعله في وسط الناس كطرفه كما يحدث من كثيرين عندما يرتكبون الجرائم وهم مجتمعون ثم يفر الواحد منهم الى حال سبيله وهو في مامن في الادب لم تطول له يد التشريع او يد القانون بانه مش معروف او ان الجريمه شائعه. كذلك فهذه المساله يمكن ان فكره التباعد هذه هي فكره او هي بقره يمكن ان تكون مدادا لشجرات كبيره في المسؤوليه يمكن ان تواجه هذا الامر من الجرائم المستجده ومن المضار المستجده.
الحقيقة المذكور يا ابن شكر وسيأخذ منا وقت كبيرا، لكنني أقتصر على هذه الإشارات التشريعية. يعني طبعا إذا نجحنا في هذا الموضوع سيكون ذلك نجاحا أكيدا لمبادئ الإسلام، وكيف الإسلام أن البشرية ستتجه إلى هذا الدين العظيم الذي نظر إلى الحقوق والحفظات وقرر العقوبات الملائمة لكل شيء، لأنها تشريع الله الحكيم الذي يعلم ما لا نعلمه، وهو هذه جرائم مستجدة، وقد تستجد جرائم أيضا أبعد من هذا النظام الجديد في هو نظام الجرائم الإلكترونية أو العبث بالفضائي الإلكتروني أو بسائل استخدام الفضائي الإلكتروني. فهذا يعتبر إن شاء الله فتح كبير للإسلام وللمسلمين إن شاء الله. نرجو الله عز وجل أن يفتح علينا أبواب علمه وأن يفقهنا في ديننا وأن يرينا طريقنا لنصل إلى الحلول التشريعية من خلال مبادئ الإسلام في مواجهة الأخطار التشريعية والمضار التي يمكن أن تواجه العالم بسبب هذه المكتشفات الجديدة والقرون الجديدة التي نفاجئ بها كل يوم، وسيأتي معها الفضاء الكوني الجديد والجديد الذي يحتاج إلى بيان الواقع الشرعي فيه من خلال الشريعة التي عز وجل. أشكركم على حسن الاستماع، وأشكر السادة العلماء والأفاضل والأكاديم الذين يجلسون معي تحديدا ومنصة، وقد تقدم كل واحد منهم أفكار وهي أفكار مفيدة ونافعة وفي صميم الموضوع، فأنا أشكركم شكرا جزيلا على ما قدموا، وأشكركم على حسن الاستماع. ومعالي المستشار يطلب إضافة جديدة فليتفضل مشكورا، ومن كان عنده مداخلة احنا عندنا دقيقتان فنستطيع أن نجيب على هذه المداخلة في هاتين الدقيقتين. تفضل يا سيدي المستشار. يعني اسمحولي بس أضيف لكلام الدكتور عبدالله النجار وهو عالم وفقيه كبير، إن المشرع المصري واجب حركة الصدر المعلوماتية، وصدر عندنا القانون في مصر سنة 2018 رقم 175 سنة 2018. القانون ده بيتكلم على قانون مكافحة جرائم تقنيه المعلومات، وهو في الحقيقه القانون ده اهتم بشكل مباشر عامل التوازن ما بين حقوق الدوله من ناحيه وبين حقوق الافراد من ناحيه ثانيه. يعني مثلا حضراتكم عارفين حق الخصوصيه، يعني حق الخصوصيه ده من الحقوق الدستوريه المفعله في الدستور. لو احنا رحنا الفصل الثالث الماده 25 من القانون المصري 175 لسنه 2018 هنلاقي بيتكلم على الجرائم المتعلقه بالاعتداء على حرمه الحياه الخاصه والمحتوى المعلوماتي عبر الانترنت. يعني قال ايه؟ يعاقب بالحبس لمده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه او بعدين العقوبتين. كل من اعتدى على المبادئ او القيم الاسريه في المجتمع المصري او انتهك حرمه الحياه الخاصه او ارسل بكثافه العديد من الرسائل الالكترونيه لشخص معين دون موافقته، او منح بيانات شخصيه للنظام او موقع الكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، او نشر عن طريق الشبكه المعلوماتيه او احدى وسائل تقنيه المعلومات اخبار او صور تمتلك خصوصيه اي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشوره صحيحه او غير صحيحه. خدوا بالك، يعني حتى لو المعلومات اللي نشرها صحيحه برضه بقت جريمه. القصه مش قصه، القصه ان انت تنشر حاجات خاصه جدا بالحياه الشخصيه للانسان. وبعد كده ايضا الماده اللي بعدها 26 قالت يعاقب بالحبس لمده لا تقل عن 2 سنين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامه لا تقل عن 100,000 جنيه ولا تجاوز 300,000 او باحدى هاتين العقوبتين. كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي او تقنيه معلوماتيه في معدل محتوى شخصيه غير ربطها بمحتوى منافي للاداب العامه او انظارها بطريقه من شانها المزاد باعتباره وشرفه. يعني هو ده اللي المشرع المصري حرص عليه، حقوق الافراد. لكن حق الدوله من ناحيه ثانيه بقى، هو فين حق الدوله؟ الماده 34 حضراتكم لو شفناها برضه هي من سطور قليله، الماده 34 بتقول ايه؟ اذا وقعت اي جريمه من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بغرض الاحلال، خدوا بالكم بقى، يعني اللي قاله الاستاذ الدكتور عبد
نجار كلام عظيم جدا انه مش قادرين احنا نواجه المساله دي. احنا عندنا المشاريع المصري وازن ما بين الحقوق الفرديه والحقوق الشخصيه وبين حق الدوله بقى. لما قال ايه؟ اذا وقعت اي جريمه من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وغرض الافلات بالنظام العام او تعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر او الاضراب بالامن القومي للبلاد او مركزها الاقتصادي او منع او عقل ممارسه الوضع اعمالها او تعطيل احكام الاسواق او اللوائح القانون والوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي تكون العقوبه السجن. هل تشارك فيعني احنا برضه المشارع المصري على قد ما هي ظاهره عالميه انه لسه لغايه دلوقتي ما فيش مشرع على مستوى العالم قادر يظبط الخطاب الديني في دي حريه دينيه لكم دينكم ولي دين، لكن المساله في اساءه استعمال الخطاب الديني عبر الانترنت. فالمشرع المصري عندنا متقدم جدا في الماده في القانون 145 لسنه 2018 وازن ما بين حقوق الافراد من ناحيه ووازن بين حقوق الدوله من ناحيه اخرى. شكرا. شكرا معالي المستشار على هذا البيان الضافي. لكن برضه بتبقى المشكله قائمه لان القانون الذي صدر هو قانون في اطار حدود وطنيه اللي هي النظام المكاني للقانون. احنا بنتكلم عن جريمه كونيه لا تعرف حدود، وقد يكون هذا الفاعل الضرر من خارج لا نعرف من هو. تفاجئ بان مصيبه نزلت بقوم وهم لا يشعرون بالفعل، وكذلك ايضا الاضرار بتبقى غير محصوره. من الذي طبعا نطاق القانون الوطني او التشريع الوطني او التشريعات الوطنيه على مستوى العالم هي داخل الدوله، واحنا عندنا القانون بتاعنا النطاق التشريعي في يمتص بالمكان ولا يتجاوز حدود المكان الا اذا جريمه بعض الجرائم المنصوص عليها زي جرائم مخله بالامن العام في امن الدوله او الجرائم الخاصه بالمعاملات النقديه تزوير العملات الرسميه للدوله، يعني جرائم محصوره استثناء من القاعده العامه وهي ان التشريع لا يتجاوز حدود النطاق المكاني للبلد الذي صدر في هذا التشريع. الجريمه الكونيه دي جريمه كونيه لا نعرف الفاعل ولا نعرف حتى المطار بتبقى غير محصوره. انا اذكر ان مقوله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو تمالا عليه له صنعاء لقتلتهم به، هذا امر يتجاوز النظام الشخصي ويتجاوز النظام المكاني ويفتح افاقا للعالميه في سد التشريع الذي يحكم هذه الجرائم المنفرده التي لا يعرف لها فاعل ولا يعرف المكان الذي صدرته التي تاتي من اي مكان دون ان نعرف ما هو الوطن الذي صدرته، ما هي الارض او ما هي البقعه او ما هي المنطقه من العالم الذي صدرت منه هذه المرأة. سيحتاج الى جهد جهيد ويجب ان نشيز امامنا في الان الطلبه الذين يدرسون في مرحله الدكتوراه وفي مرحله الماجستير والذين يعني يدعون كثيرا للبحث عن موضوعات هذا موضوع به بالبحث، وانا اربيهم ياتون الينا في جامعه الازهر وفي معهد الدراسات الاسلاميه عن عناوين موضوعات هذه منطقه بك للبحث العلمي، من اراد ان يثبت ذاته فيدرك دربه في هذا الموضوع وسيكون فيه فتحا مبينا وخيرا كثيرا ان شاء الله. اشكركم على حسن الاستماع واشكر معالي الاستاذ الدكتور احمد مختار جمعه الذي اتاح لنا هذا العرس العلمي المقدم والمتحضر والذي يبحث في افاق عالميه للبحث العلمي وللتشريع الاسلامي وللشريعه الاسلاميه في مصر وفي على ارض الصلاه في العلم والعلماء وارض الدعوه الاسلاميه التي تحتضن الان كوكبه كبيره من علماء العالم الاسلامي ضيوفا اعزاء علينا، فمرحبا بهم وشكر الله لهذا الوزير جهوده الطيبه وافاقه المستقبليه المستنيره والخادمه لدين الله عز وجل ولوطننا ولابطال المسلمين اجمعين وللانسانيه كلها. وشكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.